يسري وعواد عواد عواد عواد. خلاص الزمالك يفوز على الرجاء المغربي. حسم فريق الزمالك المباراة الودية المثيرة التي جمعته مع الرجاء المغربي في قمة إفريقيا بدور التحدي بدبي، لينتظر الفريق الفائز من قمة آسيا بين أهل جدة السعودي ووهان الصيني لملاقاته في المباراة النهائية للبطولة غدا الأحد. وفاز الزمالك على الرجاء المغربي بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 على استاد المكتوم بعد انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق. وسجل هدفي الزمالك العائد من الإصابة محمود الونش والفهد الأسمر المتألق محمود شيكابالا، بينما سجل الرجاء هدفيه من ركلتي جزاء ليتم الاحتكام لركلات الترجيح التي ابتسمت للزمالك ليتأهل إلى نهائي كأس دبي للتحدي. وينتظر الفائز من لقاء أهلي جدة ووهان والتي ستكون آخر مباريات الأبيض في معسكر الإمارات قبل العودة للقاهرة، حيث سبق وخاض الزمالك مبارتين وديتين في بطولة الوحدة الودية قبل خوض مباريات دورة التحدي في إطار سعي الجهاز الفني لتجهيز كافة اللاعبين بالشكل الأنسب خلال فترة التوقف الدولي، حيث لا تمثل نتائج المباريات الأولوية للجهاز الفني لرغبته في التجربة والإطمئنان على حالة بعض اللاعبين الشباب وكذلك اللاعبين العائدين من إصابات خلال الفترة الأخيرة، وهو ما حدث خلال معسكر الإمارات بعد الإطمئنان على حالة المدافع الدولي محمود الونش وكذلك عودة مصطفى شلبي للمشاركة بشكل طبيعي، ليكون الفريق الأبيض جاهز لاستئناف مبارياته المحلية والإفريقية بعد التوقف.